سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بلا فيديو مفضلاتي الشهريه ومفضلاتي لسنه 2016. ما كنتش ناويه ندير هذا الفيديو بالعربيه، ولكن لاحظت باللي هذا النوع من الفيديوهات نديرها بزاف في قناتي الفرنسيه، وانتم في قناتي العربيه نسيتكم بزاف. ما نحكي لكمش على المواد اللي نستعملها، ما نحكي لكمش على المواد اللي بعتوها لي. على هذه قلت غادي ندير هذا الفيديو ونديرها كذلك باللغه العربيه، باش هكا بزاف البنات يشوفوا شنو هما المستحضرات والمواد اللي استعملتها وعجبتني بزاف. غادي نبدا من المواد اللي استعملتها هذا الشهر جانفي، ماشي كلها، ولكن بغيت نحكي لكم على بعض المواد اللي عجبتني واللي فضلتها بزاف في هذا الشهر. اول منتج استعملته هو هاد الكريمات لليدين من ميرسي هاندي. بعثتهم للشركة باش نجربهم، ومعهم كذلك جل لليدين لتنظيف اليدين لتعقيم اليدين. عجبوني بزاف. علاش؟ اول شيء هو الحجم تاع الكريم اليدين والجل لليدين، يعني بسهولة تحطوه في الساك تاعكم، ما ياخدش بزاف المكان. وثاني شيء الرائحة ولا اروع، ما نحكي لكمش عليها، ريحة شابة بزاف. واللي عجبني اكثر 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 هو هذا تشيري، اللي هو الكرز سوريز، ريحته تقتل. كي تحطوه في يديكم تحسوا يديكم لا كريم دو لا كريم، يعني تحسوا يديكم رطبه مثل ايدي الاطفال. كاين يعني بزاف اللي سقسوني على شنو هو السر تاع الجمال تاع اليدين. الشيء الوحيد اللي نقدر نقوله لكم هو الترطيب المستمر والدائم. على هذه ننصحكم باستعمال هذا النوع من الكريمات، وهذه هي اللي جربتها الاولى اللي جربتها من هذه الشركه اللي هي ميرسي هاندي. تشيري رائحتها ولا اروع، وكذلك ترطب اليدين بشكل ممتاز. نفوتوا للمنتج الثاني. المنتج الثاني اللي استعملته بزاف في هذا الشهر بدون منازع هو ايلاينر من ذا بودي شوب. كنت مانيش عارف حكيت لكم عليه من قبل ولا لا، ولكن هذا الايلاينر ما يفارقنيش ابدا. كنت استعملت هذا من ذا بودي شوب اللي رقيق بزاف. هذا جديد ثاني كذلك بعثوه لي، و مانيش باغي نفتحه، مانيش باغي نستعمله. علاش؟ على خاطر نفضل هذا، يعني حتى اذا كنتم من هذوك البنات اللي ما يعرفوش كيفاش يرسموا الايلاينر تاعهم، ننصحكم بهذا، يسهل عليكم طريقة رسم الايلاينر. ممكن تشوفوا الايلاينر تاعي في الفيديوهات السابقة اللي مانيش دايراته، ولكن في الفيديوهات تاعي السابقة ممكن تشوفوني الطريقة اللي حاطة بها الايلاينر تاعي، يعني في رمشة من العين، يعني في ثواني فقط نحط الايلاينر بهذا، وطريقة سهلة جدا وممتازة، ولحد الآن مازال ما نشفش. على هذا ننصحكم به 100%. ثالث منتج واللي عجبني بزاف هذا الشهر واللي لبسته واللي صورته وحطيته لكم في انستغرام واللي ما يفارقنيش، مجوهرات من موزايك جولز. هذه المجوهرات صنعوها في كندا من الفضه. اول شيء راكم تشوفوا هذا الطقم اللي راني لابساته اليوم، ولون تاعها روز جولد اللي هو اللون راه رائج جدا. كذلك بعثوا لي اسواره واحده اخرى، وبعثوا لي كذلك سلسله تاع اللي يديروها في الرجل. راني حاطتها دائما ما تفارقنيش، ناخذ دوش بها، نستحم بها، ومازالها محافظه على اللون تاعها وعلى البريق تاعها، يعني ما فيها حتى مشكله. من الفضه 100%، يعني عجبوني بزاف. ديزاين تاعهم روعه، كلاس بزاف وشيك بزاف، و يعني تلبسوه وحده بلا الساعه، يعني جميل جدا. رابع منتج استعملته هذا الشهر واستعملته بزاف كذلك، وما كنتش من الناس اللي متوقعه غادي نستعمل هذا النوع من المنتجات، هو العطر اللي جاي من شركه دبي بارفيمري، عطور عربيه اصيله. هذا النوع هو هذا العطر هو عطر نوره من شركه الحرمين، هو زيت عطري. ريحته تحطوا فقط نقطه من العطر ما تفارقكمش الرائحه طول اليوم، صدقوني. وكذلك يعني اذا بغيتوا تهدوا هديه كيما هذه، انا تبالي بالنسبه ليا هديه كيما هكا يعني جميل جدا. كذلك منتج اخر ما استعملتهش بزاف، جربته مرتين فقط، ولكن عشقته من اول نظره، يعني من قدام ما نشريه كنت مجنونه عليه. هو الباليت من هدى بيوتي، سبق وحكيت لكم عليها في فيديو سابقة تاع وين حكيت لكم على كيفاش طريقة الشحن من الولايات المتحدة الأمريكية، وما ندمتش على الشراء تاعي. ألوان جميلة جدا، تناسب بزاف الخريف والشتاء، وكذلك فيها ألوان زهرية فاتحة.
اللي تناسب كذلك الصيف والربيع، يعني هذه باليت لكل الأوقات طول السنة. كاين منتج صغير حبيت نوريه لكم اللي هو هذا. هذا منتج شريته من شركة ألي إكسبرس، من موقع ألي إكسبرس. مانيش متذكرة الثمن تاعه، ولكن واش نحكي لكم عليه، يعني رائع، براتيك بزاف، يعني يساعدكم في باش ديروا الفيرنيون تاعكم. يعني اذا كانت هذه طلع اظافر تحطوه لداخل هكذا، يعني سهل عليكم طريقة تحط اللي تحطوا فيها الأظافر تاعكم بلا ما تحطوه فوق الطاولة. في بعض الأحيان حطوه فوق الطاولة وتبقوا رايحين جايين رايحين جايين، ويمكن يجوا قطرات فوق الطاولة تاعكم ولا المكان اللي راكم ديروا فيه. يعني هذا من السيليكون، ألوان جميلة جدا، وكذلك يعني السعر تاعه ماش السعر تاعه ماش حاجة كبيرة، وتستحتاجوه حقيقة، تحتاجوه يعني تقريبا يوميا. منتج اخر شريته هاد الشهر واستعملته بكثره، وشريت كذلك نفسه لزوجي كهديه لعيد ميلاده، اللي هو بروسا دون الكتريك من اورال بي، يعني فرشاه اسنان من اورال بي كهربائيه، ولكن هذه كامله اربع فراشي مختلفه، كل واحدة عندها شيء تقوم به، عندها دور تقوم به. واللي عجبني فيه هو انه ممكن توصلوه بالهاتف سمارت فون تاعكم وتعلقوه في تحطوه في المرآة تاعكم، يعني في وين تغسلوا سنيكم، في الدوش، في سال دو بان، يعني في الحمام تاعكم، وتغسلوا سنيكم، وكذلك في الابليكيشن براون ممكن تشوفوا الاسنان تاعكم، فرشاة الاسنان وين وصلت في كاع الاسنان ولا لا. فيه تايمر، وفيه يعني تمشي عن طريق البلوتوث. عجبني بزاف هذه اورال بي، اذا راني متذكره 9000، يعني 9000 جينيوس 9000، يعني جينيوس 9000. كنت باغيتها مدة طويلة، وأخيرا شريتها وجربتها وعجبتني بزاف، وعجبت زوجي كذلك. وآخر منتج لهذا الشهر اللي شريته واستعملته بزاف هو هاد القطعة القماش من مش عارف كيفاش نسميها، فيبر. شريتها من برايمارك بان اورو ولا دوز اورو، يعني بأورو واحد او اثنين، وهذه هي اللي راني نستعملها باش ننظف بها وجهي في الليل، باش نقلع بها الميك اب تاعي، وغسلها يعني تغسل بطريقه سهله جدا، فقط تحطوها هكا في الحمام تاعكم تنشف في غضون ساعه او ساعتين، في غضون مانيش عارفه من خرجت هذه الكلمه تاع العربيه، وليت التعبير الكتابي تاعي تاع بكري مين كنت في المدرسه في القسم لا مانيش مأمنه. المهم هذه شريتها من برايمارك. انا كيفاش ندير باش نقلع المكياج تاعي في الليل؟ نحط زيت اللوز الحلو، نحطها على كاع وجهي وندعك وجهي مليح، وبعد ذلك هذه نبللها تحت الماء ونمسح بها، وتنزع لي المكياج بطريقه رائعه جدا. بعد ذلك فقط نغسلها تحت الماء ونحطها تنشف للغد باش تكون جاهزه اليوم اللي بعده ان شاء الله. ما تقامتليش بزاف، وهذه احسن بكثير من هذوك الاسفنجات اللي كنت نستعملهم. ننصحكم بها 100% اذا قدرتوا تشرو هاد قطعه القماش. واخر منتج استعملته هاد الشهر بكثره بكثره بكثره، ما يتوقفش تقريبا يوميا راني نستعمل فيه، هو الكيتشن ايد اللي شريته، العجانه الكهربائيه اللي شريتها. بزاف اللي سالتوني شفتوها في الجوله اللي درتها لكم في المطبخ تاعي، بزاف سالتوني مين شريتها وشحال شريتها. قبل ما نشريها درت جوله في كاع المواقع الاوروبيه اللي ممكن يبعثوها لي للبيت، والسعر تاعها، وقارنت الاسعار. اخيرا لقيتها بسعر 480 اورو، هي الكيتشن ايد ارتيزان. هاد لاغام ارتيزان ممكن تكون اغلى شوي في بعض المواقع الاخرى، يعني ممكن تلقوها 500 520، حتى الى 700 على حسب اللون. كذلك انا اخترت لون اخضر باش يجيني على حساب الديكور تاعي، على حساب الاشياء اللي عندي في بيتي، وعلى حساب ايضا مطبخي المستقبلي بغيته يكون في يعني في الاخضر الفاتح. على هذه خديتها اخضر. لقيتها في موقع bol.com، هذا موقع هولندي، ويمكن يبعث كذلك الى بلجيكا، يعني اذا كنتوا ساكنين في بلجيكا. انا الزوج تاعي هو اللي عرفني بهذا الموقع،
على خاطر الشركة اللي يشتغل فيها بعض الأحيان يعطوهم يعطوهم شيكات باش يشرو بها يعني هدايا من هذا الموقع اللي هو كيما كاين أمازون في فرنسا وفي في أمريكا ومش عارفة، كاين بول كذلك في هولندا، موقع معروف جدا. أنا شريتها من موقع هذا بول نقطة كوم، نحط لكم اللينك في صندوق المعلومات أسفل الفيديو لهذا الموقع ولكامل المنتجات اللي شفتوها اليوم في هذا الفيديو. دفعت الثمن تاعها 480 أورو وفيها ضمانات 5 سنوات. على هذه أنا نظن بلي ما دفعتش ثمنها غالي بزاف. المهم هادو كانوا منتجات تاع شهر جانفي، مفضلاتي لشهر يناير. نمر الآن للمنتجات اللي عجبتني بزاف واستعملتها بكثرة في شهر في سنة 2016. حاولت نقلص لكم بقدر الإمكان على خاطر ما نجمش نوريكم كل شيء، كنوريكم كل شيء تكرهوا، ولكن كاين صوالح اللي عجبوني بزاف وراني نستعملهم تقريبا يوميا. على هادو نوريهم لكم باختصار. اول منتج لسنة 2016 اللي استعملته بكثرة هذه السنة هو هذا البيبي فون من ماركة فيليبس افنت. بزاف اللي سالتوني عليه واش هي الماركة هذه واش هو يعني الاسم تاع البيبي فون. لقيت بزاف الانواع، ولكن هذا النوع اللي حوست عليه بالخصوص يعني هو يعطيكم فيه اكران اتش دي، ممكن تحطوا موسيقى للطفل اذا بكى، ممكن تحدثوا مع الطفل اذا مثلا انا بنتي كي تنوض ولا باش يعني باش نصبرها شويه، فقط نضغط على هذا الزر ونبدا نحكي معها. وكذلك الشاشه تاعه واسعه بالنسبه للموديلات الاخرى. الاسم تاعه هو فيليبس افنت اس سي دي 630. هذا اخر موديل لفيليبس افنت في البيبي فون. حوست عليه في كاع المواقع وما لقيتش موقع يوصل لبلجيكا ويكون السعر تاعه منخفض. على هذه لقيته في موقع لافناك .be، يعني حط لكم الرابط، ولكن انتظرت الشهر باش وصلني على خاطر ما كانش كاين عندهم في الستوك، ولكن كي وصلني فرحت بزاف كي وصلني والحمد لله يعني بيه. راني متهنيه، بنتي ترقد في غرفتها راني متهنيه في الليل، يعني نقضي وقت مع زوجي نتفرجوا التلفزيون، وكذلك كي نروح نمشي نرقد انا نرقد في غرفتي هي ترقد في غرفتها وراني نشوف فيها هنايا اذا كاين اي شيء. كذلك من مواد التجميل اللي حبيتهم بزاف في سنه 2017 في سنه 2016 هما لي باليت من كات فوندي. هادو جابهم لي زوجي كي مشى للولايات المتحده الامريكيه. وصيته قلت له جيب لي كات فوندي كنت باغيا شيد اند لايت اي للعينين فقط، ولكن هو فرحني وجاب لي في زوج، وهادي ايضا جاب لي 2 منها. واش نحكي لكم عليها، الوان رائعه. هذه الالوان اللي نبغيها في لي باليت، وهذه الالوان اللي تخرج عليا يعني تقريبا يوميا. وكذلك بالنسبه للكونتور هذه وحده من اروع لي باليت من جهه اللون، من جهة المادة، من جهة كل شيء. ما عندي ما نقول يعني. المنتج التالي شريته في 2016 وعجبني بزاف هو هاد المنتجات من كولور بوب، احمر شفاه من كولور بوب. يعني كاين بزاف الالوان ماني جايبتها كامل قدامي، ولكن عملت فيديو سواتش في القناة تاعي بالفرنسية، نحط لكم اللينك اسفل الفيديو هذه. يعني واش نقول عليها، السعر تاعها منخفض جدا 6 دولار الواحد، يعني كذلك كاين توصيل لكل دول العالم. وعجبتني بزاف، يعني كاين الوان رائعه وكي تحطوها على الشفاه فيها الماك ليبستيكس هذه اللي كيديروها كما تنطحش وتبقى طول اليوم. روعه 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 بالنسبه للسعر، خاصه مقارنه يعني بكايلي كوزميتكس او باي منتج اخر. انا نفضل كولور بوب. منتج 2016 اللي عجبني بزاف، يعني ممكن اني نكرر في نفسي، ممكن اني نكرر، ولكن في 2015 استعملت بزاف منتجات فيكتوريا سيكريتس، وكذلك في 2016 استعملت ايضا بكثره منتجات فيكتوريا سيكريتس. انا من عشاق منتجات فيكتوريا سيكريتس للترطيب، خاصه في الليل قبل ما ننام، يعني نحطها على كامل جسمي وننام، الرائحه ما نحكي لكمش عليها، الرائحه تهبل.
ومن المفضل لدي هو البيزنج بيزك انستنكت، يعني ريحته ريحه ماهش حلوه بزاف، ريحه عود اكثر من ريحه ورد او ريحه زهر الى اخره. انا نفضل بزاف هاد راني في العلبه الثانيه اللي راني نفتح فيها، نتمنى زوجي يروح عن قريب ويمشي يجيب لي واحده اخرى من هذه، على خاطر عجبتني بزاف بزاف بيزك انستنكت. يعني هنا عندكم البغيوم وهنا عندكم الكريم للترطيب، ولكن كاين بزاف المواد اخرى اللي مازال عندي في ستوك، نتمنى ما تكمليش قبل ما يروح زوجي لامريكا. واخر منتجات عجبوني واستعملتهم وشفتوهم شفتوني لابستهم في فيديوهاتي في 2016 هما هاد الحجابات من الشيفون اللي جايين من شركة من موقع حجاب سامشاين، الوان رائعة، شيفون نوعية ما عندي ما نقول فيها، الخياطة تاعهم ممتازة وعراض كبار بزاف، وعجبوني بزاف هاد الالوان. هاد السنة لبستهم تقريبا غير هما صيف وشتاء، كما كنتم تشوفوا الوان على الموضة، اخر صيحات الموضة هادو هما منتجات سنة 2016 اللي عجبوني بزاف، وكذلك منتجات مفضلاتي لشهر. نتمنى الفيديو تاع اليوم يكون عجبكم، اذا بغيتوا فيديوهات من هذا النوع اكثر ما تنسوش تعاونوني بلايك وتعاونوني بتعليق، وان شاء الله نزيد نفيدكم في فيديوهات اخرى. باي باي.